أثارت الفنانة التونسية درة الجدل بعد زواجها من مهندس الديكور هاني سعد. الجدل لم يكن فقط بسبب إطلالتها اللافتة والحب الكبير بينهما، لكن أيضا كونها زوجة ثانية في حياته، الأمر الذي عرضها لهجوم كبير. زوجة هاني سعد وأم أولاده أكدت عبر فيسبوك أنها لا زالت على ذمة زوجها الذي كان يحتفل في الوقت ذاته بزواجه من درة. درة ليست الأولى، الفنانة أحلام تزوجت من مبارك الهجري عام 2003 وهو متزوج من ابنة عمه. وصرحت أحلام في أكثر من مناسبة أن حبها للهاجري من النظرة الأولى جعلها لا تتوقف أمام كونها الزوجة الثانية. مايا دياب تزوجت عام 2006 من رجل الأعمال عباس ناصر، وكان متزوجاً وأباً لولدين، وانفصل عن زوجته الأولى من أجلها. أثار زواج نجوى كرم من متعهد الحفلات يوسف حرب عام 2000 ضجة عارمة كونه متزوج ولديه 3 أطفال، ولكن سرعان ما انتهى زواجهما بعد عامين. القصة الأغرب كانت بين شريهان وإسعاد يونس. إسعاد يونس تزوجت في منتصف الثمانينات من رجل الأعمال علاء الخواجة الذي تزوج صديقتها شريهان سرا، لتتحول الصداقة المتينة إلى عداء صريح استمر بينهما طويلا قبل أن تعود العلاقة بينهما مجدداً إلى طبيعتها. هيفاء وهبي كذلك تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عام 2009 على الرغم من أنه كان متزوجاً وأباً لولدين، لكنهما فصلا بعد 3 أعوام فحسب. ثم تزوج أبو هشيمة من ياسمين صبري مطلع العام الجاري. ياسمين عبد العزيز هي الأخرى تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة عام 2001 وهو متزوج وأب ل4 أبناء. زواج الثنائي استمر 17 عاماً كاملة قبل أن ينفصل عام 2018، فيتزوج هو من الفنانة ريهام حجاج وتتزوج هي من الفنان أحمد العوطي.